إن أردت شيئاً وبقوة أفعل ما بوسعي لأحصل عليه. لا أقبل ببديل مهما طال صبري وانتظاري، ولا أجد أي إغراء في التنازل عن الأشياء التي لطالما حلمت بها. عشت طوال عمري وأنا أتصرف بهذه الطريقة، لا أعرف للاستسلام سبيل، لذلك الحياة سخية معي دائما، تعطيني ما أريد، تعطيني الأفضل من كل شيء. يا لسذاجتي، كنت أعتقد بأن الجميع يتصرفون مثلي، يصرون حتى يحصلوا على ما يريدون. لم أكن أتوقع إطلاقا بأن البعض توقفهم الكلمات، تزلزلهم النظرات، يهزهم الرفض، وتضعفهم المقاومة. لم أكن أعرف بأن أحدهم ستخذله قواه بعد أن أوشك أن يصل. ألمني بشدة أنه لم يدرك كم كان قريبا حين قرر أن يبتعد. لو لم أكن في الزاوية الأخرى لما تمكنت من رؤية مدى قربه من الوصول إلى غايته. خطوة واحدة فقط كانت تفصله عن تحقيق مبتغاه. كاد أن يصل لولا أنه تراجع في آخر محطات جهاده، لولا أنه اختار الاستسلام ورفع راية اليأس، لبات من الفائزين الذين لا يرضون بأقل مما طمحوا إليه. لا تكن أبداً واحداً من أولئك الذين يستسلمون بسهولة. قاتل بكل عدتك مهما كانت بدائية ومتهالكة. لا شك أن محاولاتك المتكررة واستمرارك سيصنع المعجزات، سيمكنك من تحقيق مبتغاك. فقط لا تيأس.